غوميز كان في لقاء أجريناه معاه بعد فوز الهلال في دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، وأكد من خلاله أنه لن يكون موجود في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا. ربما كانت علامة مبكرة ورسالة مبكرة رسالة غوميز أنه كان يقرأ المشهد أن العلاقة التعاقدية مع الهلال لن تستمر. طبعا حالة صدمة كبيرة عند جمهور الهلال وعند محبي اللاعب. غوميز لم يكن لاعبا عاديا، ترك أثر إيجابي كبير في المجتمع السعودي، وكان واحد من أكثر اللاعبين غير السعوديين اللي اندمجوا مع المجتمع السعودي ومع عاداته ومع أحداثه ومع مناسباته، وكان خير داعم للمنتخب الأخضر. غوميز لن ننساك. السلام عليكم الهلال فانز، ذا لايون از كومينج فور يو. من هنا بدأت القصة وهنا كان فصل الختام. 1250 يوما بين المشهدين، وبينهما 6 بطولات وأفراح وانتصارات وأرقام. قصة طويلة من العشق والهيام، أبطالها عطاء غوميز والذهب وهز الشباك وهتافات المدرج الأزرق. Today is my last day. I can see every club I play, every city I leave. I was not happy like I was happy in Saudi, in Riyadh, in Hilal. في 23 من أغسطس 2018 أعلن الهلال التعاقد مع الفرنسي بافيتين بغوميز، تعاقد جاء بعد سلسلة طويلة من التعاقدات للفريق الأزرق في خانة الهجوم لم تكن عند الطموح ولم تحقق الأهداف. غوميز كان القطعة الناقصة في الهلال ولم ينتظر طويلا ليثبت نجاح الصفقة. الآن الكرة بتوصل على طول غوميز، دخل الهلال دوري أبطال آسيا 2019 بعد محاولات فشل فيها الهلال في تحقيق اللقب الذي استعصى عليه لمدة قاربة 20 عام. كان للفرنسي دور بارز في تحقيق الهلال اللقب الأسيوي السابع من وسط سيتاما، بعد أن سجل 11 هدفا وحقق جائزة هداف البطولة وأفضل لاعب فيها. وصل الأسد الفرنسي تألقه وحقق أول بطولة للدوري مع الهلال نسخة 2020، بعد أن ساهم في تسجيل 33 هدف بنسبة قاربة 45% من أهداف الهلال في تلك النسخة. ولأن الانضباطية والاحترافية أسلوب حياة لغوميز، فلم يكن العمر بالنسبة له عائق نحو الإنتاجية والنجاح، حيث لعب 106 مباريات دورية من أصل 107 في الدوري السعودي. ولم يسبق أن غاب غوميز عن صفوف فريقه إلا في مباراة دورية وحيدة فقط منذ انضمامه في موسم 2019. وأنا أعرف أن الهلال لا يحتاجني لتحقيق لقب الدوري لأنه حققه كثيرا قبل حضوري، وفي وجهة نظري أنني إذا لم أحقق اللقب الأسيوي خلال تواجدي مع الهلال فسأكون خسرت التحدي الذي قدمت من أجله للهلال. غوميز صفقة بارزة وعلامة فارقة في تاريخ التعاقدات للأندية السعودية. لم تنحصر مميزات بافي على الجانب الفني فقط، بل كان ملهما ومحفزا وقائدا لم يحمل شارة القيادة. وحتى من زود الفرحة هنبكي حتى. أنتم مكافئين. All our country today. كل السعودية تنتظرها وتشوفنا اليوم. اشتهر الفرنسي غوميز بمميزات أخلاقية ومساهمات مجتمعية كانت امتدادا لنجاحه على أرض الملعب ونموذجا يحتذى به بين اللاعبين. اندمج غوميز مع المجتمع السعودي سريعا وتشرب كثيرا من عاداته، وكان ظهوره فعالا في مناسبات عدة. غوميز
للفرنسي غوميز قصة طويلة مع الهلال والكرة السعودية، الحديث عنها يطول، وسيبقى الأسد عالقا في أذهان جماهير الهلال وعلامة بارزة في التعاقدات الأجنبية للأندية السعودية.